بما اني بتكلم على الاستثمار، اما ان الاوان، انا في ظني لازم يتعمل وزارة استثمار، لازم. انا عايز يوسف خواجة بيتر الاخ زين فينشن لما يجي يكلم الاستثمار في مصر هيكلم مين؟ مش احمد مظهر. طيب هيروح يكلم وزارة الاستثمار. طيب كلامك صحيح 100%، وانا يعني بحكم برضو التخصص انا بنادي بده، والوزاره موجوده لان القانون 72 لسنه 2017 بها وزاره ووزير مختص بشؤون الاستثمار وله صلاحياته وله وضعه. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو القائم باعمال وزير الاستثمار. طيب هل المرحله المقبله تحتاج من الدوله المصريه وضع وزير متخصص في هذا الشان لاتاحه الرؤيه امام العالم الخارجي والمستثمرين الخارجيين ان الدوله المصريه تهتم بهذا الملف وبالتالي اصبح له وزير مختص به في هذا الشان؟ اعتقد ان ده هام جدا ان يبقى فيه عندنا النهارده وزير الاستثمار. ليه كمان؟ ليه وزير وليه النهارده نقول هذا الحكي؟ لان النهارده ودي تجربه مصريه خالص، احنا بنكررش تجربه مصر في 2004 2010 ان وزير الاستثمار كان يحل مشاكل المستثمرين وكان هو ممثل المستثمرين وممثل الاستثمار في مجلس الوزراء. اللي محتاج ارض بيتكلم مع وزير الاسكان النهارده، اللي محتاج حاجه عنده مشكله ماليه بيتكلم مع وزير الماليه، فبتتحل في مجلس الوزراء، فتخرج في النهايه ان الاستثمار في مصر في هذه الفتره كان منتعش جدا وكانت الاستثمارات بتجيلك بشكل كبير جدا سواء عربيه او اجنبيه. الجزء الثاني المهم جدا الاستثمار غير المباشر اللي النهارده بنتكلم عليه مثلا في من خلال البورصه ومن خلال مثلا وثيقه ملكيه الدوله وطرح 32 شركه في البورصه. النهارده عشان اشجع استثمار غير مباشر يبقى لازم اشجع البورصه دي وهيئها. طيب انا النهارده المستثمر في البورصه مش عارف انا ضريبه الارباح الراسماليه هل هي اتشالت ولا متاجله ولا مفروضه؟ الخلل في هذا الشان يسبب خلل للمستثمر. 10 خطوات ورا على طول. بالظبط. وكمان النهارده طب ما انا عايز اشجع هذا القطاع والبورصات المصريه عشان الشركات اللي هتطرح تنجح الكتابات بتاعتها بشكل كبير جدا وندخل مستثمرين بشكل مختلف. البورصه النهارده طالعه ودي من المؤشرات الايجابيه وحجم المتعاملين زاد، بس ده الطبيعي قد يكون طبيعي في ظل انخفاض سعر الجنيه امام الدولار واسعار الاسهم اللي اصبحت تنافسيه ومغريه جدا. لكن النهارده انا عايز يبقى عندي خطه واضحه الدولة المصرية عايزة تستثمر في إيه بشكل قوي؟ إزاي النهاردة الناس اللي عندها مشاكل في القطاع المحلي أعالجهم؟ لأن الورد أوف ماوث بتاعهم أو كلامهم على السوق المصري هو العنصر الجاذب للمستثمر الأجنبي والمستثمر الخارجي بشكل كبير. المستثمر الأجنبي أو المستثمر الخارجي لو لقى أنه المستثمر الوطني، يعني المستثمر اللي جوه مصر ده المستثمر المحلي شغال وثابت ومستقر وعارف يحقق أرباح وعارف يدخل فلوس ويخرج فلوس ويحسب حساباته، ففي الهنا هيبات، هتلاقي المستثمر بتاع بلاد بره ده جاي عادي جدا. ليه؟ لانه مطمن. تمام. بس في نقطه بقى، انا لاحظ ساعات كتير انه تلاقي مستثمر انا شفتها بعيني يعني استثمارات مستعده انها تيجي من بره، بس يجي يقول لك انا مش عايز اخش استثمر مع مستثمر، هخش في حاله واحده بس لو في ضمانه حكوميه، لو المستثمر ده بيشتغل في مشروعات من بتاعة الحكومة أو بضمانة حكومية أنا معاه. بعضهم مش هقول لك كلهم، ما بقول ليه؟ أصل أنتوا تقلقوا، المستثمرين عندكم في مصر يقلقوا، بيعرفوا يعملوا حاجات كتير وبعد كده ألاقيه نفذ مني وأنا بخسر حاجات كتير في أو بخسر جزء كبير من الضخ اللي أنا عملته. طيب بص، الضمانة الحكومية بتيجي بحاجتين أساسيين. الضمانة الأساسية هو الدستور والقانون اللي بينظم المستثمر الاجنبي ده لما يجي الدوله دي هيشتغل ازاي، سواء هيشتغل لوحده ولا هيشتغل مع بمشاركه الحكومه او هيشتغل مع مستثمرين تانيين وطنيين في هذه الدوله. طيب الدستور واضح جدا في المقاومات الاقتصاديه الواضحه اللي بتشجع الاستثمار وبتشجع في مواده كل اوضاع الاستثمار ابتداء من الماده 27 وكل مواد الدستور في هذا الشان اللي خاصه بتشجيع الاستثمار. طيب القانون بقى هو دي المرجعيه، انا بشتغل النهارده عايز اعمل شركه، هعملها بقانون كام؟ قانون 159 سنة 81 ولا هدخلها اعملها منطقة حرة؟ طب هل القانون ده اتعدل كام مرة؟ ما دي برضو مشكلتك مع المستثمر، طب ما انتوا كل شوية بتعدلوا حاجة، ما انتوا كل شوية بتفرضوا لنا بقى مش ضريبة بتفرضوا لنا رسم، تمام؟ هو عايز يبقى عنده رؤية ثابتة، قول لي النهاردة أنا هشتغل على إيه؟ العشر سنين الجايين هعمل الأول هخسر أول ثلاث سنين زي ما احنا بنقول، بعدين فلوسي هتجيلي، بعدين هبدأ أحقق مكسب، فالتارجت بتاعي أحققه عامل إزاي؟ دراسة الجدوى الاستثمارية لا تبنى إلا على الشفافية والثقة ما بين المستثمر إن أنت اللي هتقوله له وهتعمله، والحاجة التانية إن عندك إتاحة معلومات. النقطة النهاردة اللي بيبقى عندنا فاصل فيها وأنا بكلمك هو اللي كل مستثمر بيجي، ما فيش مستثمر هيجي في دولة لها سعرين للدولار، استحالة استحالة.
تمام، هيقعد يتفرج عليك لان هو النهارده عنده توقعات ان قد سعر الجنيه ينزل اكتر، توقعاته تمام. لازم النهارده يبقى انا بعلن بشكل واضح حتى وان كان المستقبل مش بالاشراق الكامل، نقول والله احنا توقعاتنا ان والله اه ممكن ما يكونش المستقبل واضح، لكن عندنا خطه لحد نهايه 23 هيحصل كذا، توقعاتنا ودي مسؤوله عنها في السياسه النقديه البنك المركزي بشكل واضح، عشان ما يبقاش يطلع كل يوم خبير او يطلع لك بنك اجنبي او يطلع لك تقارير. احنا النهارده لما تيجي تشوف تقييمات الجنيه المصري امام الدولار اللي بتطلع لك من بره تلاقي تقييمات مختلفه بشكل كبير جدا. لا اعتقد ان احنا محتاجين يبقى في وضوح من الدوله المصريه داخليا لده. تقييمات اظنها فعلا مش هزار تخلي الواحد قاعد مش فاهم. يعني انا الاقي مثلا، وده اظنه كان من حوالي 3 ولا 4 شهور، احنا شهر ايه 6، كان في تقييم في نهايه فبراير واول مارس وكانوا عاملاه جي بي مورجان، وكانوا بيقولوا نصا ان الجنيه المصري مقيم باقل من قيمته الحقيقيه، الجنيه المصري امام الدولار لا يجب ان يتعدى 24 جنيه ونص امام الدولار، المشكله ليست على الاطلاق في البناء الهيكلي بتاع الاقتصاد المصري، لكن مشكله في خلق وفره دولاريه ووجود السوق الموازي والمضاربات على السعر. ده تقرير جي بي مورجان. تلاقي تقرير تاني زي بلومبرج بيقول لك الجنيه المصري اصلا مش بال 31، ده الجنيه المصري ده هو ب 40 جنيه. فانت ما بتبقاش فاهم. انا اروح لجي بي مورجان، انا من الناس التي تثق في جي بي مورجان اكتر من بلومبرج بصراحه، بس اروح لتقييم جي بي مورجان ولا اروح لتقييم بلومبرج؟ طب والمستثمر الاجنبي يبص على ايه؟ انا اثق في البنك المركزي المصري. حلو. ولازم البنك المركزي المصري يخرج بتقرير يقول رؤيته، وحتى وانا متخصص الاقتصاد وبقول لحضرتك ده بشكل واضح، حتى وان كانت الرؤيه دي فيها مرحله صعبه، لان ده هيبني بشكل كبير جدا. انا كمستثمر متقبل ابقى عارف ان هو المرحله جايه صعبه، بس انا هبدا مثلا ابني مصنع او اعمل حاجه وهعدي المرحله دي وبعدين في تصور.